بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. يقول تعالى في سورة الإسراء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. قوله تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. الآيتين. يقول تعالى: إن كادوا أي المشركون ليفتنونك يصرفونك عن الذي أوحينا إليك، عن الوحي الذي أوحينا إليك، من أجل أن تأتيهم بشيء غير ذلك. وإذا لو فتنوك وافتتنت معهم لاتخذوك خليلا، لاتخذوك صاحبا لهم من الخلة وهي المحبة، أحبوك وأعجبك ذلك، لكن ذلك يغضب ربك. وفي سبب نزول هذه الآية أقوال: من ذلك أن كفار قريش اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ومدحوه وعظموه وافتخروا به وقالوا: إنك أتيتنا بشيء لم يأتي به غيرك، إنما لا نستجيب لك حتى تذكر آلهتنا بخير، فإذا ذكرتها بخير استجبنا لك وأطعناك. فقال عليه الصلاة والسلام: سأنظر في ذلك. وقيل إن الكفار منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استلام الحجر الأسود في طوافه، وقالوا: حتى تلمس وتمس آلهتنا مثل ما لمس الحجر الأسود. فذكر في هذا عليه الصلاة والسلام وقال: أمسها وأنا كاره لها، من أجل أن يمكنونني من مس والسلام وتقبيل الحجر الأسود. وقيل قولا ثالثا، وذلك أن أهل الطائف، أهل ثقيف، قوم ثقيف، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرح بقدومهم، قالوا: يا محمد، نسلم معك إذا أعطيتنا الثلاث الخلال هذه أسلمنا واستجبنا لك، وأما لا تستجيب لنا فلن نستجيب لك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هي؟ قالوا: أن تدعنا نعظم اللات لمدة سنة حتى يأتيه التبرعات من الناس فنأخذها ونقتسمها ونستجيب لك. ثانيا: أننا لا نستطيع أن نكسر آلهتنا بأيدينا،
ثالثا أنها أن آلهتنا هذه أحببناها وعظمناها فلا نستطيع أن نتركها بهذه السرعة، وإنما عليك أن تمهلنا سنة. قال سأنظر في هذا. والثالثة قالوا له أن تجعل لنا حرما وهو دينا وادي وج، أن تجعله حرما كما حرمت مكة، إذا فعلت ذلك استجبنا لك. فقال عليه الصلاة والسلام فكر في الثلاث هذه وظنوا أنه سيستجيب لهم، وقام عليه الصلاة والسلام يتوضأ، فقال لهم عمر رضي الله عنه أنتم أحرقتم الرسول صلى الله عليه وسلم وأحرجتموه وطلبتوا منه مطالب لا يستجيب لكم فيها، ولو استجاب لكم ما أقره ربه على ذلك. قالوا إن العرب ستقول لما تستجيب لثقيف دوننا، فعليه أن يقول إن ربي أمرني بذلك، يعني يريدون منه أن يكذب على الله ويشهدهم على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أما كسر آلهتكم بأيديكم فأنا أعفيكم منها، أرسل غيركم يكسرها، وأما تركها لمدة سنة حتى تجمعوا لها الهدايا فهذا لا ولا يوم واحدة، وأما تحريم وج فلا وادي وج فلا يسوغ لي أن أحرم ما لم يحرمه الله جل وعلا. فألحوا عليه فلم يستجب لهم صلى الله عليه وسلم، وتكلم عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبخ ووبخهم فأذعنوا واستجابوا خوفا من أن يغزوهم صلى الله عليه وسلم. هذه الأقوال قيلت في نزول هذه الآية الكريمة، ولا مانع أن تكون كلها أو بعضها سببا لنزولها، لأن الله جل وعلا قال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الذي هو القرآن والحكمة التي أعطاه الله جل وعلا، فلو استجبت لهم لربما استجابوا لك وقالوا محمد يذعن للمطالب يذعن للمطالب، فعلينا أن نطلب منه ما لا يقدر عليه حتى يكون لنا عذر لئلا نستجيب له. ثم قال جل وعلا ولولا أن ثبتناك لكدت تركن إليهم شيئا قليلا. ولولا أن ثبتناك، ثبتناك على الحق وأمرناك بالاستقامة عليه وعدم الاستجابة لمطالب الكفار، لكدت تركن إليهم شيئا قليلا، لأنه في موضوع الحجر الأسود قال وما يضيرني أن أستجيب لهم أن ألم بآلهتهم قليلا، ويعلم الله أني كاره لذلك، ليمكنوه من تقبيل واستلام الحجر الأسود أو نحو ذلك. لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، ولو أن هذا الركون شيء قليل فهو لا يليق بمثلك، وإذا فعلت ذلك فإنك تستحق العذاب المضاعف، لأن العذاب على قدر العامل، لأن العامل العالم بالشيء المحرم قد لا يعذر بخلاف الجاهل، فقد يناله العذر وإن كان من بعد. فقال تعالى ولولا أن ثبتناك
لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فماذا تكون النتيجة لو عملت إليهم؟ تكون إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، لأذقناك العذاب في الدنيا مضاعفا أكثر من غيرك، وعذقناك عذاب الآخرة أكثر من غيرك. وهو جل وعلا معصوم بأن يميل إليهم، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن ذلك تحذير للأمة أن يستجيب بعضهم لمطالب بعض التي لا تليق، فمن استجاب فيستحق العذاب مضاعفا، كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل وعلا: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقعتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وذكرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. يا نساء النبي لسن يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا. يعني أن حرم النبي وزوجته لو افترت وفعلت الفاحشة البينة الواضحة استحقت العذاب مضاعف، فليست كغيرها لأنها حرم النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه معصوم من أن يميل إليهم، لكنه قام عن مجلسهم تبرما بقولهم ضعف الحياة، يعني يضاعف لك العذاب في الحياة ويضاعف العذاب لك في الدار الآخرة. وحاشاه صلى الله عليه وسلم من أن يقع فيما يستحق العذاب، فهو معصوم من أن يقع فيه. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يخبر تعالى عن تأييده رسوله صلوات الله عليه وسلامه وتثبيته وعصمته وسلامته من شر الأشرار وكيد الفجار، وأنه تعالى هو المتولي أمره ونصره، وأنه لا يكله إلى أحد من خلقه، بل هو وليه وحافظه وناصره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه في مشارق الأرض ومغاربها صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ما حكم شرب الماء المقري فيه من غير مرض؟ إذا قرئ في الماء آية الكرسي والفاتحة ونفخ في الماء فإنه يشربه الرجل لما شربه له، كما قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. إذا كان من زمزم فيجوز أن يشربه من غير مرض، وإن كان من غير زمزم فيجوز له أن يشربه يستشفي بالقراءة التي قرئ فيه. يقول السائل: الطفل الرضيع الذي أدخله وليه نسك العمرة، هل يكفي الطواف به أم لابد من طواف مستقل به، أي يطوف عن نفسه ثم ينوي عن الرضيع؟ أولا سألني أحد الأخوة قبل الصلاة، قال: الوالد اعتمر عن ولده الرضيع، فهل يطوف له طوافا أم طوافين أم طواف واحد؟
فقلت لا أعرف أن الوالد يعتمر عن الولد الرضيع، لأن الرضيع لا سيئات عليه ولا إثم، فلا ينبغي للوالد أن يؤثره بطواف بالعمرة وثوابها، فلا يسوق أن أقول له إنه عليه أن يطوف طوافين أو ثلاثة أو أكثر أو أقل، ما دام أن العمرة عن الرضيع، فأنا ما استسغت الإجابة في هذا. والآن كأنه أعاد السؤال، يقول أدخله وليه بنسك العمرة، هل يكفي الطواف به أم لا بد من طواف مستقل به؟ أقول إذا دخل الولد بالنسك مع أبيه أدخله هو بنفسه، فعليه أن يطوف به محمولا، ويكون الطواف للابن الرضيع، ويكون طواف المعتمر الأب قبل هذا، يكون طواف الوالد نفسه، لأن الوالد اعتمر عن نفسه. وأنا الأخ قال لي إن الوالد اعتمر عن ولده الرضيع، فقلت ألا أنا أعرف أن الوالد يعتمر عن ولده الرضيع، وإنما الواجب أن تكون العمرة للكبير المحتاج إليها، لأنه هو الذي يلحقه الإثم. أما الولد الصغير فلا ينبغي أن تجعل له العمرة، وإنما اعتمر به هو بنفسه، فهذا سائغ، وقد اعتمر بأطفال الرضع وأكبر منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أحد الصحابة أحرم بنا آباؤنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وعمره 7 سنوات، فيجوز أن يحرم به ويجعل محرم، فإذا أدخله والده يجب عليه أن يخرجه كما أدخله في النسك. الجواب الذي أقوله لهذا، إذا دخل الولد في النسك فيجب على الوالد أن يخرجه منه كما أدخله، وذلك بالطواف به والسعي به بنفسه، لا يسعى عنه والده، وإنما للوالد حمله حتى يؤدي هذا النسوك. يقول السائل: شخص اعتمر ولكنه توقف وهو في الشوط الثاني من السعي ورجع إلى بيته ولم يكمل العمرة. إذا رجع إلى بيته قبل أن يكمل السعي عليه أن يعود، إن كان خلع ملابس الإحرام أن يلبسها ويعود إلى السعي، فيكمل سعيه 7 أشواط، ثم يتحلل بالتقصير أو الحلق، والحلق أفضل. هذا إذا كان لم يفعل محظورا وعمرته صحيحة، ولا بأس عليه أن يلبس ملابسه العادية قبل هذا جهلا أو نسيانا. أما إذا فعل محظورا لا يعذر بجهله كالجماع، فإن عمرته تفسد قبل أن يكمل السعي، تفسد وعليه المضي فيها يفعل كما لو كانت صحيحة، ثم يخرج إلى الحل ويعتمر عمرة بدلها، وعليه شاة لإفساده نسكا. فمجرد التوقف لا يضيره بل يعذر بجهله، لكن عليه أن يستمر في نسكه ويؤديه كما أمر. يقول السائل: أخي اعتمر وبعد الطواف والسعي انطلق من مكة ونسي أن يحلق، ولم يتذكر إلا بعد أن ارتكب محظورات الإحرام، يعني لم يتذكر إلا بعد أن وصل إلى بيته. هذا لا بأس عليه، عمرته صحيحة وعليه هدي إذا كان جامع زوجته قبل أن يحلق أو يقصر. أما إذا كان حلق أو قصر قبل أن يجامع
عمرته صحيحة ولا فدية عليه بلبس المخيط ونحوه. يقول السائل: هل يجوز عمل الشاهي من ماء زمزم؟ نعم لا بأس بذلك. يقول السائل: أنا مقيم في مكة وأريد أن أحج عن كريمتي لأنها كبيرة في السن ومتأثرة بالمرض، فهل يجوز لي أن أحج عنها متمتعا؟ نعم يا أخي يجوز أن تحج متمتعا عن أختك، وليس عليك هدي ما دمت مقيما في مكة، فالهدي يلزم بالنسبة للرجل إذا كان غير مقيم في مكة، وإنما جاء للحج فعليه أن يعتمر. إذا اعتمر متمتعا بالعمرة إلى الحج عليه هدي التمتع، وأما المقيم في مكة فلا يلزمه شيء حتى لو كان صاحب العمرة خارج مكة. يقول السائل: أنا مقيم في مكة، اعتمرت مرتين من بيتي إلى الحرم ولم أذهب إلى الميقات، هل عليه كفارة؟ نعم يا أخي، لا بد في كل نسك من الجمع بين الحل والحرم، والحاج من مكة يحرم من مكة ويخرج إلى منى وعرفات، وعرفات من خارج الحرم، وأما المعتمر فيلزمه أن يحرم من خارج مكة ليجمع بين الحل والحرم في عمرته، فيلزمه أن يحرم من خارج مكة، فإن أحرم من خارج مكة فقد ترك، أن أحرم من داخل مكة فقد ترك نسوكا، ترك واجبا عليه فيه هدي يذبحه في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: نويت الصيام من الليل واحتلمت في نومي، فهل أكمل الصيام؟ نعم يا أخي تكمل الصيام ولا بأس، الاحتلام لا يؤثر على الصائم لأنه ليس في وسعه مدافعته. يقول السائل: اعتمرت في رمضان والآن أريد الحج مفردا، هل لي ذلك وأنا جالس في مكة من رمضان؟ نعم له أن يحج معتمرا، له أن يحج إن اعتمر أو لم يعتمر لا بأس عليه، وإن حج متمتعا فحسن وهو أفضل الأنساك، وإن لم يحج متمتعا بل حج مفردا فلا بأس عليه، وفي كلا الحالين ليس عليه هدي ما دام مقيما في مكة. أما إن كان جاء في رمضان للحج فقط ويريد أن يحج ويعود فيعتبر من غير حاضر المسجد الحرام، فإذا اعتمر في أشهر الحج فعليه هدي، وإن لم يعتمر في أشهر الحج فليس عليه بأس. يقول السائل: شخص اعتمر وطاف يوم ستة من شوال وسعى لذلك ستة أشواط وحلق ثم ارتكب محظورا، فماذا عليه؟ إن كان هذا المحظور غير الجماع فليس عليه شيء، وإنما عليه أن يعود ويكمل طوافه وسعيه. أما إذا كان المحظور هذا الجماع فقد فسدت عمرته هذه، وعليه إتمامها وعليه قضاؤها وعليه هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: ما حكم الاتجار في التأمين الطبي بحيث يفتح حسابا في إحدى المستشفيات ويبيع سياحة والمقيمين، علما بأن الحكومة في بلادنا فرضت تأمينا طبيا؟ هذا لا أعرفه. يقول السائل: شخص جاء في شوال واعتمر ثم رجع إلى مكانه وهو الطائف وهو عازم على الحج، أن يدخل مكة بدون إحرام ويحرم من داخل مكة؟ لا يجوز له أن يدخل بدون إحرام،
وله أن يدخل بنية الإحرام إذا أحرم بالنية، وله أن يدخل وعليه ملابسه العادية، فإذا أحرم بالملابس العادية إن كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه، وإن كان متعمداً فعليه فدية ذلك. ولا يجوز له الدخول بدون نية إحرام بأي وسيلة من الوسائل. يقول السائل: المرأة الحائض أو الذي أو التي عليها دورة شهرية التي فاتتها الصلاة المفروضة، أتقضي ما عليها من صلاة مفروضة؟ لا يا أخي، إذا كانت حائض فلا تقضي الصلاة المفروضة، ولا يصح منها الطواف ولا السعي، لأن السعي يجوز من الحائض، لكن السعي يبنى على الطواف، لا بد أن يتقدمه طواف، فلا يسوغ للحائض أن تطوف مدة حيضها، ولا تقضي الصلوات التي تفوتها قبل الحيض، وأما بعد حال الحيض فليس عليها صلوات تقضى. يقول السائل: أتت أمي إلى العمرة من خارج البلاد، ثم جلست في بيتي محرمه وأبنائها، وأنا خرجت إلى الحد من مكة واعتمرت وأخذتها معي، هل عليها شيء أم لا؟ يجب عليها أن تنهي نسكها ما دام دخلت محرمة، يجب عليها أن تتحلل من هذا النسك الذي دخلت به. يقول السائل: ما حكم خروج المرأة خارج المملكة لدولة مسلمة بدون محرم، وهل إذا خرجت ماذا عليها؟ يحرم عليها أن تخرج بدون محرم، فلا تسافر المرأة المسلمة إلى مسافة يوم وليلة أو مسافة 3 أيام بلياليها إلا بمحرم. يقول السائل: اعتمرت في شهر شوال وأنا من سكان الرياض وأريد الحج إن شاء الله، وقد أعود إلى الرياض لحضور زواج وأعمال لمدة 6 أيام، ثم أعود إلى مكة بدون عمرة، هل ينقطع تمتعي؟ لا يا أخي، عودتك هذه ليست بصحيحة، لأنك تعود وتدخل مكة بدون إحرام، فدخولك غير مشروع، فعليك أن تدخل بنسك بحب العمرة أو مفردا بالحج، وتبقى في الحج في إحرامك إلى يوم النحر، ولا يجوز لك أن تدخل وتحرم من مكة، وإحرامك خير صحيح إذا أحرمت من مكة وأنت لم تدخل مكة بنسك مشروع، تركت النسك المشروع وتريد أن تحرم بالحج فقط فلا يسوغ لك ذلك، وإنما عليك أن تدخل محرما أو تدخل قارنا أو تدخل مفردا الحج، وتستمر على إحرامك حتى يوم العيد. يقول السائل: هل من نصيحة لقاطع رحمه، خصوصا أنه محسوب على طلبة العلم؟ يحرم على المسلم أن يقطع رحمه، فالله جل وعلا يقول في الحديث القدسي للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فوصلة الرحم واجبة، خاصة على طلبة العلم، لكن الشيطان كثيرا ما يتسلط على طالب العلم أكثر من غيره، لأنه يتسلط عليه ويلقنه الحجة ويقول: هم الذين قطعوا، أو نحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: إن لي رحما، الذي قال إن لي رحما أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي، فما حكم ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة، يعني تعطيهم الرماد الحار
يعني هم يأثمون وأنت سالم من الإثم. يقول السائل: ما حكم طلب المرأة للطلاق من أجل أن الرجل يقيم ما يحب، وهو عدم خروج المرأة للسوق والتستر وعدم السفور؟ يحرم عليها ذلك، وخاصة إذا كان زوجها مستقيم، وإنما هي التي تريد الانحلال، فيحرم عليها ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فهذا وعيد شديد للمرأة المسلمة التي تطلب الطلاق من زوج مستقيم. أما إذا طلبته من بأس فكان يكون غير مستقيم أو يأمرها بما لا يجوز ونحو ذلك فلا بأس عليها. يقول السائل: هل ثواب الصلاة في المسجد الحرام مثل ثواب الصلاة بقرب الكعبة؟ كلما قرب من الإمام فهو أفضل، كلما قرب من الإمام فهو أفضل. وأما الصلاة المضاعفة فهي إن شاء الله كل صلاة داخل حدود مكة. يقول السائل: حديث خير صفوف الرجال في الصلاة أولها وشرها آخرها، وشر صفوف النساء أولها وخيرها آخرها، فكيف نتجنب الشر إن كنا في الصفوف التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليك أخي أن تحرص على الصفوف الأول، كلما قرب من الإمام فهو أفضل، والنساء عليهن أن يتأخرن ولا يزاحمن الرجال في صفوفهم. يقول السائل: إذا قدم الشخص ووصل الميقات مع أطفاله وهو يريد العمرة له ويريد أطفاله كذلك العمرة، ماذا يقول لأطفاله أن يفعلوا عند الإحرام علما بأن بعضهم أقل من 7 سنوات؟ من كان لا يميز فلا بأس أن ينوي عنه والده، وإن لم ينوي هو ولم يقل شيئا. وأما إن كان مميز فعلى والده أن يعلمه كيف يقول لبيك عمرة لبيك حجا وهكذا. يقول السائل: من أحرم بالعمرة ثم لم يكملها ماذا عليه، علما بأنه كان هناك، وهل يصوم 10، علما بأنه كان هناك جماع؟ فرق بين من جامع زوجته قبل أن يكمل عمرته وبين من أكمل عمرته قبل الجماع أو لم يكملها قبل أن يجامع ولم يجامع. من لم يجامع زوجته عليه أن يعود إلى العمرة فيستكملها ولا شيء عليه، وأما من جامع في أثنائها فلا يخلو إن كان جامع قبل السعي أو جامع قبل الطواف، فعليه أن يستأنف العمرة أن يكمل هذه العمرة لأنها فاسدة ويأتي بعمرة جديدة بعدها، وعليه أن يؤدي الهدي لإفساد هذه العمرة. وأما إذا كان الجماع حصل بعد الطواف والسعي وقبل التقصير فعليه الهدي والعمرة صحيحة. يقول السائل: هل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكفي فيه أن تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أم مثل الصلاة الإبراهيمية؟ إذا كانت هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة تطوع ليست بواجبة فلا بأس أن يأتي بها على أي صفة. أما إذا كانت الصلاة هذه في الصلاة الواجبة فيجب عليه أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. يقول السائل: في بلادنا الإمام لا يرفع يديه في الركوع، فهل أرفع يدي أو نعم يا أخي ارفع يديك لأنها السنة، ولو لم ترفع يديك وصلاتك صحيحة وصلاة إمامكم صحيحة بحمد الله. يقول السائل: أختي اعتمرت في رمضان ونسيت ولم تقصر من شعرها إلا بعد العيد، وهي غير متزوجة ولكنها تعطرت، فهل عليها شيء؟ ليس عليها شيء ما دامت قصرت، ولو تأخر تقصيرها ما دامت ليست متزوجة فلا بأس عليها إن شاء الله. يقول السائل: أيهم أفضل، عمرة في رمضان أم في ذي القعدة؟ عمرة في رمضان أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي اعتذرت أنها لم تتمكن من الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم لعدم وجود راحلة لها، قال: إذا جاء رمضان فاعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي رواية معي: العمرة في رمضان أفضل، وإن كانت عمرته صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة لأنه لم يتيسر له العمرة في رمضان. يقول السائل: أيهم أفضل، عمرة لوالد الميت أم الدعاء له؟ إذا اعتمرت عن والدك فحسن، وإذا دعوت له فذلك حسن، فعليك أخي أن تبر والدك بما استطعت من الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا له وللوالدة بالمغفرة والرحمة. يقول: من أصابها الحيض وقد مرت بالميقات السيل الكبير وتنوي العمرة، هل من بأس تحرم من شقتها أم من التنعيم؟ أقول: مثل هذه لا يجوز لها أن تؤخر الإحرام حتى وإن كانت حائض، فإنها تنوي الإحرام إذا مرت بالميقات فتنوي الإحرام، سواء تمكنت من أداء النسك أو تؤخره لكونها حائض، ولا يجوز لها أن تدخل مكة بدون إحرام حتى وإن كانت حائض. فأسماء بنت عميس ولدت ابنها محمد بن أبي بكر في الميقات، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعقد نية الإحرام الذي هو الدخول في النسك من الميقات، ولا يجوز لها تأخير ذلك حتى وإن كانت نفساء أو حائض، ثم إذا دخلت النفساء والحائض مكة لا تطوف حتى تغتسل وتطهر، فإذا اغتسلت طافت وسعت وقصرت وتمت عمرتها، ولا يجوز لها أن تخرج إلى الحل أي التنعيم وتحرم منه إلا في حال واحدة، وهي أن تدخل مكة بغير نية العمرة، وإنما دخلت لكونها مجبورة بالدخول مع رفقتها فتدخل بغير نية العمرة، فمتى ما انقطع حيضها تخرج إلى الحل وتعتمر فلا بأس عليها. يقول السائل: هل هناك دليل يدل على أن السنة الشرب 3 مرات؟ كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعله سنة، ويستحب للمرء أن يقسم شربه ماءه الذي يشربه إلى 3 أنفاس، يستحب له ذلك بلا وجوب. يقول السائل: خرجت من مكة إلى أحد المدن القريبة من مكة ونسيت أن أعتمر ولم أحرم من مكاني حتى عدت إلى منزلي بمكة، وخرجت إلى خارج الحل واعتمرت. إذا أردت أن تحرم بعمرة وأنت خارج مكة فيجب عليك أن تحرم من الميقات الذي تمر به،
فإن لم تمر بميقات فإذا نويت الدخول إلى مكة التوجه من المكان الذي أنت فيه يجب عليك أن تحرم، فإذا لم تفعل لزمك هدي إن أحرمت من الحل القريب من مكة وتركت الإحرام من مكانك، لأن الإحرام يجب أن يكون من المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم تنوي ذلك وجب عليك الخروج إليها إن كنت قد مررت بها. وأما إذا لم تنوي الإحرام إلا بعدما تجاوزت المواقيت فعليك أن تحرم من مكانك، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، أما من كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، إذا أنشأ العمرة من مكان ما فله أن ينوي ولا يتقدم إلى دخول مكة. يقول السائل: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم ولبس الثوب قبل أن يحلق، ما عليه؟ يقول السائل: اعتمر ابني ولبس الثوب قبل أن يحلق، ماذا عليه وهو جاهل؟ صلى الله على ابنه. يقول: اعتمر ابني ولبس الثوب قبل أن يحلق، ماذا عليه وهو جاهل؟ ليس عليه شيء أخي، هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.